عشان نضمن لك تجربة بنكية آمنة ونحافظ على سلامتك وسلامة موظفينا، البنك الأهلي المصري بينصحك إنك تتخذ إجراءات الوقاية. لو أنت في أي فرع من فروعنا، دايماً سيب مسافة مترين بينك وبين أي عميل تاني. حاول تتجنب لمس أي سطح جوه البنك إلا للضرورة، وخلي معاك منديل تستخدمه المرة واحدة وبعدها ترميه، والكحول يبقى على طول معاك للتعقيم، ودايماً اتبع تعليمات السلامة في البنك. أما لو هتستخدم الATM، فبننصحك إنك قبل وبعد الاستخدام تعقم إيديك بالكحول، وتستخدم منديل وإنت بتدوس على الأزرار وترميه فوراً. ولو مستني دورك، سيب مسافة مترين بينك وبين العميل اللي قدامك، والبس الكمامة، وحاول تستخدم خدماتنا البنكية الإلكترونية عشان توفر لك وقتك وتحافظ على سلامتك. سلامة عملائنا تهمنا، وموظفينا دايماً في خدمتك. فاحمي نفسك واحمي بلدك، بنحقق أعلى معايير السلامة لعملائنا وموظفينا. نتمنى الصحة والسلامة لكل أهل مصر. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام.